مشاهدينا الكرام متتبعي منبر 24، نتواجد اللحظة أمام عمالة إقليم شتوكا أيت باها، كما تشاهدون أصحاب السيارات النفعية، أصحاب سيارة بيكوب هنا في حملة احتجاجية، وقفة احتجاجية صباح اليوم بجماعة الترابية أيت عميرة. والآن أمام عمالة شتوكا أيت باها، يمنين هزانين تمنين هزانين وليدي نحتاب عنين اللايفات مشاهدين الموقع منبر 24، مرحبا بكم مرة أخرى غلاد أن لا قدام العمل نشتوكا أيت باها، قلنا إذ بول بيكوبات كان غيدية الوقفة احتجاجية، الوقفة الاحتجاجية الهدف نسمى التيكان تسوية الأوضاع نسمى نتني درسنا توقت المطالب أرض طلاب المسؤولين نسكرن يت جلسة حوار مفتوحة، جلسة حوار بناء من أجله يعني تدارس كل المشاكل نسمى غير اللي النار تنري نساول سوا ولا انت مزيغ تايت ما استمال مشاهدين منبر 24 غير هذا لا حلو قدام العمل نشتوك ايت باها توك تيد بول بيكوبات غير ديال كامل كانت ايت عميره اللي غير نسكري هذه الوقفه الاحتجاجيه ديك صباح نغصاد 9:30 الوقفه الاحتجاجيه من بعد سكن ديال الحمله كان احتجاجيات سلميه سكرت قدام العمل نشتوك ايت باها غيلا دارس نتو قلت المطالب غير دارسي قلنا اتساولنت المسؤولين اتسكرني يت جلسة حوار ركس يعني تدارس المشاكل اللي دارسني اللانت الإكراهات اللي دارسني اللانت تو قلت ديموكريس اللي تعيش القطاعات اللي تقول بيكوبات غيلا خلي تقام العين ايتما ديستما مباشرة ان شاء الله رانا مزد صريحات نيانح المسؤولين اللي رضح يساول في المشاكل يعني القطاع ما كان سبب الوقفه الاحتجاجيه يا اللي غير تسكن غويد غصب اللي عنده 30 سنة في هذا المجال هذا، حاليا عنده بعض الشركات اللي هما أصلنا أنا تبعي كاع الكونسبور ديال الصغار ديال الماشين. صافي ايتما دي السماء ان شاء الله يمكن تسات رانا مزا اول داريا نحن المسؤولين اللي يسكرنا اللي نظمنا المسيرات الاحتجاجيه غيلا غلي تقام العين لا حلو قدام العمل نشتوكا ايت باها يتبول بيكوبات من كل غير زيك صباح نغصاد حيانا مسيره احتجاجيه مسيره سلميه احتجاجيه واش كانت حيث عميره كرم ذا زيت في وراء على اساس اجيت ساول واحد بيجي
خاص للجزائريين انا خلاص كاين بزاف في الجزائر يعني الا بغاو هما يخدموا راهما غادي يولوا حاليا ماشي غير غنقطع الخدمه لو ما تقطعش الخدمه ثاني ما كيتطالبهم هما باش يكون حنا خدمه كاين اللي يتطالبون باش يقاو لنا حد او لنا حد ما تقدرش تبغي كي راه تطلب ما تروح حتى الحداثه انا هيك لا القطاع اللي في الجهه في سلسله تفاعل الشبع الزرافي فقط تحت فيها لكن يكون في الشغل يعني مهني كتوصل ل 1500 ريال لان 1500 ريال متابعينا الكرام ومشاهدي منبر 24 الان مع احد المسؤولين على الحمله على هذه الوقفه الاحتجاجيه والمسيره. نتواجد اللحظه امام عماله شتوكا عيت بها اصحاب بيكوبات او السيارات النفعيه. الاخ الكريم غادي يعطينا معلومات ويعني اسباب ديال هذه الوقفه وشنو غايديروا مثلا الا المطالب ديالهم ويعني الاسئله كثيره. تفضل اخويا. السلام عليكم. معكم مهني اللي كيزاول هذه المهنه بحالو بحال كاع هاد الناس هادو. هذه المهنه اللي كنزاولوها المده ديال كاين اللي كيزاول هذه المهنه المده ديال 30 سنه يعني هو منين كيعيش منين كياكل منين كيصرف على العائله ديالو. مؤخرا بدات كنلقاو مضايقات من طرف السلطات ولكن حنا ما عندناش مشكل مع السلطات يعني السلطه التنفيذيه كتنفذ داكشي يعطيها المشرع. حنا المشكل اللي عندنا حاليا ما بين المطرقه والسنداد يعني الفلاح كيحتم علينا انا نجيب واحد 16 بيرسون 17 بيرسون و 8 ناس ما مسلكينوش. المشرع كيقول لنا 8 ناس اللي خاصكم تهزوا ما ديباسيوهمش. يعني حنا جينا اليوم هنا وقفه دايرين وقفه احتجاجيه بالمهنيين كنطالبوا المسؤولون كناجوا الناس المسؤولون على هذا القطاع هذا باش يشوفوا لنا حل.
لي دي سوليسيون، راه عندهم الحلول، لا باش يشوفونا حلول. ماشي اول وقفه غادي نديروها، ديجا درنا وقفه، ديجا درنا وقفه سلميه العام اللي فات، ولكن كانوا حلول ترقيعيه، يعني حلول ترقيعيه ملي كتسالي لا كومباني كنعاودو عاوتاني العام الجديد كنطيحو في نفس المشكل، في نفس الضغوطات، في نفس الاكراهات. حاليا كنطالبوا حل نهائي من المسؤولين، كنطالبوا حل نهائي من المسؤولين، الله يجزيكم الخير. يعني سي عزيز، شنو هو هذا الحل النهائي؟ تقريبا اش من شي حاجه طردي صحاب البيكوبات؟ راهم عارفين كاينين حلول قانونيه. حنا ريحنا مع بزاف ديال المسؤولون، منهم عامل ديال عمليات كينزكان اتملول، منهم العامل ديال عمليات بيوغرا، منهم مندوب الجهوي للنقل لوجيستيك، مندوب الجهوي للشغل، كاع الجهات المسؤوله عن القطاع الفلاحي ريحنا معهم وشفنا معهم دي حلول. ولكن الحلول كانت ترقيعيه، الحلول اللي كانوا مثلا نعطيك واحد الاكزومبل اللي كان دار بحال الخطاف، الخطاف شحال هذا راه كان خطاف، ولكن نهار بغيو يديروا له حل راه هذا عطاو دوله النقل المزدوج ولا كيساهم بواحد الميزانيه مع الدوله. يعني حتى حنا نديروا لنا ديسيسيون، حنا ديسيسيون اللي عندنا حاليا هو اننا نديروا شركه ديال الترونسبور، ماشي في الصالح ديالنا نديروا شركه ترونسبور. شركه ديال الترونسبور ماشي في الصالح ديالي. غتقول لي علاش؟ انا غنجاوبك علاش. علاش ما ندير شركه ديال الترونسبور؟ حقاش لي شارج اللي كاين عند الشركه كبر من المدخول ديالنا حنا. وحاجه اخرى ان لي زومبلويور ما كيعطيوناش دي كونترا، دي كونترا اللي كاين فيها دي سي موا، يعني في اي لحظه يقدر يعيط لي يقول لي غدا ما تجيش. واش نجيب انا طوموبيل ب 40 مليون بلا 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 لي شارج ديالها وعيط لي في التليفون يقول لي غدا ما تجيش وكنخلص 6000 درهم في تريتا؟ يعني راه انتحار، راه انتحار. حاجه اخرى، هاد الناس اللي عندهم دابا دي ميني بيس ولا الناس اللي كيجيبوا من النقل الحضري راه ما كيمشيوش الموبي كوبرا، كيمشي لواحد الباصه نائيه اللي كيجي فيها واحد الفئه كثيره من المجتمع. الا حبس هاد الموبي كوبرا كنقصيو فيها كبيره، واحد الشريحه كبيره من المجتمع، ناس كيعيشوا في اغرم في السفن. واش عندهم دي ستاسيون دومبالاج؟ واش عندهم دي سوسيتي؟ واش عندهم دي زوزين؟ ما عندهم والو، عندهم غير جبل والحجر. يعني حنا كنجيبهم ثلاثه السوايع لهاد هنا باش 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 يقتاتوا باش ينفعوا وليداتهم. راه ملي كتحبس واحد البيكوب اللي كتدخل هنا وكتطلع هنا وكتهبط هنا وكتمشي هنا، ملي كتقعد ديك البيكوب عرف واحد 8 ناس ولا 10 ناس ذاك النهار ما خدموش، وفي حاله كتريحت 15 يوم ديك الناس كتموت بالجوع. هذوك الناس كتموت بالجوع ريحنا غير واحد 15 يوم. يعني خاصو يشوفوا لنا حل مول البيكوب، يا اما يزيدونا في عدد المقاعد، يا اما يهضروا لنا مع الفلاح يقول يقضي عرضك المشريع. دابا المشريع طلب 8 شوف دي سوسو مع الفلاح، حنا اللي ما ديناش الفلاح 8 على ديك 8 ما خدامش. حابسني حاليا كنطالبوا المسؤولون يشوفوا لنا حل واحد الوقفه سلميه كما كتشوفوا كتراعي الظروف اللي كتعيش منها البلاد. ولكن راه حنا كنناشدهم وكنقول لهم لا راه ما لقيناش حل حالي ولا حل اني باش نخدموا. ما بغيناش حلول ترقيعيه، بغينا حلول نهائيه. حنا راه حنا مع الهيكله، حنا راه حنا مع الحداثه باش يقول لك في كوب ما فيهاش لي كونديسيون فابورابل ديال ليفيكتيف. جو سي داكور مع هاد الناس، ولكن كان عدم اعطاء كطبيعه ديال الاعطاء المهنيين اللي كاين اكثر من 30 سنه هنا ويجي لهم وتقصى في باب فوجيز. وحنا كناجدوا هاد الناس وكنقول لهم راه ماشي هنا غنحبسوا، غنديروا مازال تصعيد. في حاله لبوا لنا طلب وشافوا لنا حل وريحوا معنا وعطاونا وقت كمهنيين وكمغاربه من الدرجه الاولى، راه هو هذاك. ما كانش حنا غادي نحبسوا بليفيكتيف بالخدام، لا غادي نحبسوا بالخدام، وماشي في الصالح ديال اي واحد يحبس بالخدام. باش بنادم يعرف بلي راه شتو كعيط بها اكثر من 70% ديال لي برودوي روج اكسبورت. راه في حاله كاع يحبس الخدام ولا ما يحبس، ولا حبس هاد 1500 بيرسون، 1500 مهني هنا، كل مهني كيجيب غير واحد 10 ناس كتوصل 15000 بيرسون. ولا كانت 15000 بيرسون ما خدامهاش واحد النهار راه ميزانيه كبيره كدور الدوله، وحنا ما بغيناش ندور الدوله، حنا مع البلاد كوطنيون، حنا بغينا نشوفوا دي سوليسيون. وشكرا للاخوان اللي حضروا. الناس بزاف كيهضروا كيقولوا بلي هذا المشكل ديال صحاب البيكوبات فيه اطراف عديده، ماشي واحد المسؤول مثلا نهضروا معاه، كاين اطراف، خمسه الاطراف خص يتجمعوا ويجلسوا للطاوله ويخرجوا حل يعني ملائم لصحاب البيكوبات. تماما هاد الاطراف غادي يكون منهم المندوب الجهوي النقل اللوجيستيك، غادي يكون منهم المندوب الجهوي الفلاحه، غادي يكون منهم العمال بربعه على حسب كل واحد والعقيم ديالو شنو هو، شنو عنده الظروف كتراعي البلاد ديالو، العقيم ديالو ما كتراعيش العقيم ديالو. ولكن راه كاين الولي، ولي البلاد هو السلطه العليا بعد صاحب الجلاله في البلاد. يعني حنا كناجدوا الولي مباشره باش يشوف لنا الحل. الناس اللي كيشوفوا هذا اللايف كيقولوا ان هاد الناس يلاه داروا هاد الوقفه الاحتجاجيه، وانتم عندكم واحد يعني واحد المسيره نضاليه قبل، تقدر تهضر لنا على هذاك؟ ما غير المسيره اللي كنا درنا مؤخرا، درناها في 2017 وكنا ريحنا مع وزير الفلاحه وصيد البحري عزيز اخنوش فاش كنحطها هنايا، واحد الوقفه اللي كنا درنا في 2017 كانوا عطاونا حل ترقيعي. يعني حنا خدامين
يعني الناس كيديروا هاوها يعني حنا خدامين، ولكن كل عام كنلقاو ضغوطات، وماشي ماشي غير واحد الوقفه اللي درناها، وقلنا وقفه في 2017 درنا وقفه في 2018 درنا وقفه في 2019 وحنا كنعاودوها، يعني حنا ديما كندورو في نفس السيركل، وحنا كنا كنراعيو البلاد، ولكن تقهرنا عينا، حاليا راه حنا عينا، يعني ما بقاتش ما بقيناش شحال واحد خدام بالخساره، خدام ولكن خدام بالخساره، واحد جاي من تالودانت، شحال من تالودانت شحال يخسر؟ شحال يخسر من تالودانت؟ غيخسر واحد 150 درهم ديال المازور، شحال جايب معاه؟ 8 الناس، كانوا مشرعات 8 الناس، ما كندويش على السلطه، ما كندويش على الامن والدرك الملكيه، سلطه تنفيذيه، كندوي على المشرع، ياك المشرع عطانا 8 الناس، واحد جاي من تالودانت، جايب معاه 8 الناس، خدام ب 20 درهم البيسه، 4800 واكل 150 درهم ديال المازور، شحال بقات له؟ 90 درهم، شنو غايدير بها؟ 90 درهم ديالاش؟ واش ديال بيكوب ديال الطوموبيل ديال وليداتو ديال الكرا ديال التيتا اللي عنده؟ يعني راه ماشي حل، شوفوا لنا حل نهائي. تقريبا انا العدد الاشخاص اللي نقولوا مثلا يقدر يكون مرضي لكم نسبيا تقريبا 15 بيرسون 16 بيرسون 15 على ابعد تقدير 15. علاش؟ ماشي مرضي لينا حنا، مرضي الفلاح، اما حنا ما كناش نجيبوا غير جوج ونتخلصوا بالفواياج. حنا انا كون قالوا لي جيب جوج كمهني وناس مهنيين، جيب غدا انت جوج وانت جوج ونتخلص، نجيبوا جوج ونجيو نقدر نجيبها واحد معايا ماشي مشكل. الفلاح حنا ما بين المطرة او السنداد، ما بين المطرة ديال المشرع السنداد ديال الفلاح. الفلاح كيجيب كيقول لك جيب 24 جيب 16 18، المهم هو ماشي في الصالح كيقول 8 تماما، هو ماشي في الصالح ديالو الفلاح انك تجيب له 8 الناس ما خارجاش ليه، حسابو تيقول لك ما خارجش ليه. المشرع تيقول لك راه ما خاصكش ديباسي 8 الناس، حنا ما بين المطرة او السنداد دابا شنو؟ يعني تلقاو مثلا هاد 8 يتلقاو 8 و24 يتلقاو 16 مثلا 16 15 كتكون مرضيه الفلاح ومزيانه لنا حتى حنايا كمهنيين و تا 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 الفيكي راه كيدير 15 بيرسون كاتبين فواحد الظروف مزيانه هادشي اللي كاين. وتحياتي لك اخويا كما تشاهدون مشاهدينا الكرام متتبعي منبر 24 كتشاهدوا مباشره من عماله اقليم شطيفه عيسها وقفة احتجاجية لأصحاب البيكوبات، فعلا هناك إكراهات كثيرة في هذا القطاع. تمنينا عزانين تمنينا عزانين متابعين الجريدة الإلكترونية منبر 24 غلاد نلاحلو قدام العمل نشتو كيتباها نساو الغلاد إلس أنت مزيغ توك تميت نان ما غيد يقعان غصاد نلاحلو قدام العمل نشتو كيتباها اللي نغيد يقول البيكوبات اللي تسنين خدامنا دارت انتو قلت ايموكريز انتو قلت المشاكل اتطلب نحن مسؤولين هي جلسه حوار نغدينا وسكيوس اكسائلين كل الاطراف المعنيه باش مدناد اللي تضرانين حيت باب البيكوبات هذا سنسكرنا كرا الحلول ايكانا مناسبه خلينا يا نحن بدادنا الوقفه يا سي عزيز يبدر بلي انه المشرع في كاين سنه 8 البلايص ولكن القوانين ارتينين يعني 8 دروس بالفيرماري تيري مثلا سنتاوي 18 20 المشرعين هناك في اساسي غير 8 غير كتغيلا انا امكريس زوار نحضر مدناد نتمنى ان شاء الله المسؤولين تقني مزقان نسفلدنا يمدنا اللي قانين حتى اثنين رقم صعب داخل المنظومه الفلاحيه اللي كل يوسين تمازير تنشتو كيت بها. على المازوت الزيت يا يا السيد يا ضنيس ولا يساول لنا ان المسائل اللي ستخدم ليس كل غلانت ما ستيقان الزيت الموبيل ولا المازوت. ما بغينا والو، بغينا نعيشوا، ما خلونا نعيشوا. غير اللي نسولت قام العين حنا قدام العمل نشتو كيتباها غيد لا غيد ديال الوقفه احتجاجيه يدبول بيكوبات ارو كنسول غيد سوال ارو كنسول غيد التنين اللي تني ضران ما كنسول غيد في المشاكل النسن أرغيت سوال في القويت يعني العراقي اللي دارت لله لقت لي سالان تاوري نسنا أنا
السلام عليكم. احنا مشاهدينا الكرام متتبعي منبر 24 الان معنا تجاني احد الحرفيين واحد المهنيين في هذا القطاع، بغينا يهضر لنا على يعني المشاكل اللي كان يعانيوها واضافه لهذاك الشيء اللي قال سي سعيد. مرحبا سي سعيد. كنعانيو في هذا القطاع هذا منذ احنا قدام في هذه الحرفه هذه خدامين منذ سنين، وجاو بغاو يخصينا بطريقه غير مباشره. حنا راه تنصرفوا على العائله ديالنا على ولادنا، هذا هو مصدر العيش ديالنا في هذه الحرفه هذه. المشغل تيقول لك اسيدي جيبوا لي 8 د البلايص، مول المخزن ما تيخليناش ندوزو 8 د البلايص، ما مقبولينش عندنا في هذه الحرفه هذه. الناس راه مقصيين بزاف، مضرورين بزاف، ضروري اسيدي بزاف. تقريبا انتم شحال تقريبا اللي نقولوا مسلككم؟ كي قال سي عزيز قال لك 16 15 مزيانه لك. 15 بعدا راه مزيانه. دابا حاليا الناس المشغلين كيطلبوا لنا 15 16 15، وفي القانون على حسب المخزن كيقول لك 8 بلايص، كيكون اون فوا كتهز 8 بلايص كيشدوا على هذوك 8 بلايص كيقيدوا لك. يعني المشرع انا وقعت لي المساله ديال الامن، هي هما راه المشرع قال 8. اه الامن بالنسبه للامن، ولكن بالنسبه للشغال بالنسبه للفلاح او الشركه كتعطيك واحد النسبه ديال 14 ما فما فوق. يعني 15 16 تقريبا تقريبا 15 16 هذا المكان. السيد نطلبوا هذا هو المهم. هاد الشيء اللي كنطلبوا بان جهات مسؤوله يدخلنا في هذه القضيه الله يجزيكم بخير ويدير لنا شي حل. ما هذا القطاع راه هو باش كنتمعشوا به، راه عندنا عائلاتنا عندنا وليداتنا، راه كلشي كتشوف الناس كاملين متضررين. عندنا عاملات راه جاو حتى لهنا حتى هما متضررين، عاملات النساء كاين النساء كاين العضو النسوي الا بغيتوها جاو حتى هما واقفين معنا على سبب المشكل هذا يعاوزوا بزاف. المشكل العضو النسوي جيبوا ليه. مشاهدينا الكرام متتبعين من برفان كاتر كما تشاهدون الان اللحظه، سمعتوا تصريحات الاخوان المنظمين ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه. اكيد الهدف ديالنا يوصلوا الاذان صاغيه من المسؤولين ويتحطوا على طاوله الحوار، وان شاء الله في اقرب وقت نسمعوا باللي مثلا المسؤولين استدعوا واحد 6 ولا 7 من هاد الاخوان ويجلسوا معاهم طابلو ويحطوا النقط على الحروف ويحطوا المشاكل الاساسيه ان شاء الله، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله، وتحياتي لكم جميعا. يمنين عزانين يمنين عزانين واللي سوالنين سوال انت مزيغ تا غلاد لاني تسولح لقدام العماله نشتوك ايت بها غصاد غيد ينا الوقفه احتجاجيه ايد صحاب البيكوبات اللي منتيني السيارات النفعيه اللي تسينيني قدام الفوار من دارس نتو قلت تيموكريس نتو قلت المشاكل نتو قلت لك الاكراهات حلقت كان رقم صعب داخل المعادله المجال الفلاحي شتو كيتباها نسن كلو شتو كيتباها تعتمد على الاقتصاد يعني في الفلاحه. وكنتني درسنا ايموكريسنا درسنا ايموكريسنا القضيه العدد اللي مسموح حتى التسين القضيه يعني يخدم بول ما بول فيرمان تا يرى مثلا 18 16 على الاقل. المشرع يفكيسن غير 8 درت انت لي نيموكريس نزيد باب اللمان حي غير راس نزيد باب اللمان نار تبعنا اللي لا نحط شريعة حتى سيتي كين 8 درت لي تيموكريس رجال الدراك الملكي. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيمين نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيمين اي الكما ووال مدنا المسؤولين اي الكما ووال مدنا واللي قاعدين غيورينا القطاع كما زرت تحياتي. لا زلنا معكم مباشرة مشاهدينا الكرام متتبعين منبر 24 نتواجد اللحظة أمام عمالة شتوكا أيتباها
أصحاب بيكوبات الآن لا زال يتقاطرون هنا على المنطقة في وقفة احتجاجية مطالبين بفتح حوار بناء مع المسؤولين من أجل تدارس كل المشاكل العالقة اللي كيتخبط فيها هذا المجال. السلام عليكم الاخوان، اول حاجه كنشكركم على الحضور ديالكم، كنشكركم على النضال ديالكم، تبارك الله عليكم الحضور ديالكم تبارك الله، راه كيفرح. الان الاخوان غنخرجوا من هنا وغندوجوا لواحد المقر هنا، غنمشيو نديروا واحد الوقفه تما، وبغيناكم تخرجوا بواحد وبانتظام، ما يخرجش هادشي كامل في خطره واحده. راه غنتحرك انا وغيتبعوني الدراري، كي غيكون الجازولي والمنغرازي في الباب هنا، الله يرحم الوالدين، ينظموا هادشي ونخرجوا بواحد ونخرجوا من المدينه وغنتحركوا اتجاه الخميس ان شاء الله. هذه المساله الدراري ما توصلوا قدام البيتار، ما بقاش ديروا كلاكسون قدام البيتار، قبيله قبيله نتعرض لكم، ما ديروش كلاكسون، ديروا كلاكسون قدام البيتار، راه ممنوع كلاكسون قدام البيتار. حاجه اخرى جايه، شوف العين، شوف خميس، خميس يتعميرها. ايوا ولكن منين غتدوز؟ غندوزو من هنا ونخرجو للسوشيال. حاجه الخميس الطوموبيل ديالي بلاصه ليا، راه نتحرك عليه بعدين. كبير، شوف هاد المساله الدراري، شوف او اربع ديالكم، شحال من واحد قبيله انا واقف كنزيد فيهم، واحد دير التليفون هكا وخلي ما صدقوش يدخل حديد الاخر، ما تخليش حد يدخل بيناتكم، ما غاديش تفرقوا، غادي بينا نوقفوا قدام واحد السيد هنا، عيط لنا واحد المسؤول، بغينا نمشيو عندو نهضروا معاه نديروا واحد الحل. غادي نمشيو جهه المكازا ديال الشرقاوي، غادي نمشيو تما الله يرحم الوالدين كاملين. يلا الخميس مرة أخرى يلا إبراهيم. لا احنا جينا لهذ الوقفه هذه، خاصكم كلكم تعرفوا بعدا شنو هو المغزى والهدف منها. غير الرساله، المغزى والهدف من هذه الوقفه هذه، ماشي باش غيخرج عند شي واحد عاد يضرب جواسكم هنايا وغيناقشوا معكم، الله يجازيكم بالخير. المغزى والهدف من هذه الوقفه ولا هذه المسيره احتجاجيه سلميه اللي كتراعي الظروف ديال جائحه كورونا، وزام واحد الباساج اللي مسالم هو هذاك باش نوصلوا رساله. احنا ماشي عشوائيين باش نديروا عشوائيه، احنا منظمين جينا نجيو هنايا باش نوصلوا رساله للفلاح، نوصلوا رساله للدوله بلا احنا كاينين، لا ما عادش يعتبرونا، لا احنا كيشوفوا بيكوب كيقول كاين واحد خمسه ولا سته الناس غنديروا اليوم غادي نضغطوا عليهم تيمشوا بحالهم، لا كاين 1500 بيرسون هنايا باش تكون في بالك، حنا نوصلوا للناس هاد شكون كاين هنا، شكون كاين هذا الميساج الاول، والميساج الثاني وصلوا للناس احنا كاينين، ما كاين غادي نقولوا المسار دابا باش نتم الكلمه اللي قال لك بيش. شوف الله يجزيكم بالخير، راه حنا بغينا هذه الوقفه هذه تقيس جوج ديال العمالات، يعني اليوم دابا خميس تعميره ولا بيكرا كتقيس غير العمال ديال الشو كيتباها، كتقيس غير العمال ديال بيكرا، بغينا العمالات انزكان باش يكون واحد الكونكاريزون ولا واحد ما بين العمال ديال انزكان من الاول والعام هنا، لهذا المسار اللي غادي نخرجوا فيه اليوم غنمشي للقليعه، من القليعه ياك تنقد الشباب الله يجزيكم بالخير، غنمشيو للقليعه قدام لابريكاد ديال الدرك الملكي كيف القليعه، كاين الرون بوان تما وغتخرجوا نيشان وغندوزوا من ديك الطريق اللي رابطه ما بين سوق مطيشه وسميتو ومكادير بوصباط، خاويه ما فيها حتى شي واحد باش ما نعرفوش السير، ديروا المسيره ديالنا تما باش يكون انذار عند دوك الناس هما بلا راه المشكل ما كاينش غير هنايا، المشكل كاين كاع في الجهه. الله خرج الاول والثاني احنا المشكل باين شنو هو المشكل؟
المشكل ديالكم حتى المشكل حنا كنطالبوا لنا باش يوريونطيونا يشوفوا لنا حنا ما اوريونطيوش باش يشوفوا لنا اوريونطيونا يشوفوا لنا يشوفوا لنا دي سوليسيون حنايا دابا ما بين مطرحات المشرع وسيندار لا يعني المشرع كيقول لنا واحد ثمانية الناس ما تفوتوهاش ولي زومبلويور كيقولوا لنا جيبوا لنا 5 بيرسون 8 ما مسكاهمش مسكاهمش ما تنزل تسكيهم لا ما مسكاش مين لينا ندي لي 8 باش يديروا ليه حنا كنناش المسؤولين يشوفوا لنا حل ما كاينش اللي تفاوض معكم ما كاينش اللي يهضر معكم ديجا ريحنا مع المسؤولين عطاونا حلول ترقيعيه اللي خدمنا بها ديك الساعات ولكن كان الاول الاكراهات كل عام هذا العام حنا بغيناهم يشوفوا لنا حل نهائي حل نهائي حنا ماشي حنا راه مع سميتو حنا راه مع الحداثه حنا مع هيكله الاطار ولكن ماشي مع الاعصاء ديال المهنيين اللي ضرب 30 عام ولا 40 عام في هذا الدومين هذا حنا ما عندنا مشكل مع دارك الملك والامن الوطني هي غير سلطه تنفيذيه حنا راه كنرجو مسؤولين كبار باش يشوفونا دي سيليتو هنايا هما دوك الناس راه السلطه التنفيذيه داكشي اللي نزلوا كيطبقوه وشكرا الاخوان شكرا مرحبا مشاهدينا الكرام متتبعين منبر 24 كما تشاهدون باقي الوقفه الاحتجاجيه امام عماله اقليم شتوكا ايتباع هنا كما تلاحظون الناس ديال بيكوبات عندهم مشاكل كثيره وكيطلبوا يجلسوا مع المسؤولين في جلسه حوار بناءه من اجل تدارس كل المشاكل التي يعاني منها القطاع احد المسؤولين على هذه الوقفه الاحتجاجيه قال ان اهم مشكله هي عدد الركاب المسموح بها احد المسؤولين قال ان السلطه التشريعيه تقول 8 الاشخاص والسلطه التشريعيه تقول 8 الاشخاص والناس ديال الفلاحه كيطالبوا ب 16 ولا 18 واحد أرى حسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير أخويا. بخير لاباس. سنتاج الحيط. يلا سهل الله ربي المهم هذه المسيرة سلمية باش إن شاء الله ما نتصاوب ياك ما غاديش إن شاء الله نتصاوب هذه الفئة هذه الشريحة اللي هي كتبني على ولادها وكتحاول ما أمكن ترد الخبز وعليها كريديات وهذا كنحاول ان شاء الله تعالى باش ما نتقصاو لان جايين واحد الشركات اثيوبيه كبار باش يفرقوا هذا المجمع هذا وياخذوا الله يهديهم الناس اللي واخذين 9 سنين و10 سنين ديال الحرفه وهما بيقصونا وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم. فين غادي؟ نور الرداح سيتوني مسفلي بن عزانين يمنين عزانين اللي دينا حلانين غير مباشر عبر الموقع الالكتروني منبر 24 غيلاد لانيت سهل حلو قدام العماله نشتوكا ايتباها غير كليت قام العين غير ديكان العماله نشتوكا ايتباها غير من غير ديال العدد ميد اللي دار بيكوبات غصاد من مكرن بعدا ديك الصباح هاي تعميره سكن قيسيات الوقفه الاحتجاجيه ديك الصباح نغصاد سكنيات الوقفه الاحتجاجيه غينا
لقيت سوال في المشاكل اللي دارتني لان في القطاع، لقيت سوال في المشاكل اللي دارتني لان يعني يعني حتى عمول القضيه المشرع اللي في كان غير 8 د البلايص البيكوب افلاح وريره 8 د البلايص راه تقريبا التوينه 18 ار 20 تقريبا على الاقل 18 20 توقت نويل نتاع المسؤولين غير الفنان توقت نويل نتاع المسؤولين انا ودي كوني المشكل اللي دارنا دا المشرع ماشي الامن شكون الامني غير السلطه التنفيذيه. نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله المسؤولين باش تسفلدنا يوال مدنا تسفلدنا يعني واش مامين تسفلدنا غير اللي كله الظلام نسكن ديزني الحوار بان باش هاد الفاغ نسكر النتائج كانت مرضيه للجميع. القطاع الفلاحي يا القطاع كان مهم كان انتنا اي سين الاقتصاد بزاف نشتوك عيت بها غيرنا في خصا ولا بد زود مدنا البيكوبات ديت نسكرني يا يقور باش ديت يعني تدارس المشاكل اللي كانين يعني المشاكل اللي خدمت شكرنا شكرا الحلول اللي رايقة مناسبة. نتمنى إن شاء الله في أقرب وقت أن سفلد إلى أخبار الخير حل جهة هاد يعني حين بدأنا نغويد اللي سكرنين المنظمين اللي سكرنين الوقفة يا نغصاد إننا نتغيك هان إننا نكوني هان يعني نقا أفوش حفوس السلطة المحلية نقا أفوش حفوس دي باب الأمان ولكن التوض الرأ حل جهه يعني القانون اللي في كان غير 8 د البلايص البيكوب. مشاهدينا الكرام متتبعي منبر 24 الان كما تشاهدون اصحاب السيارات النفعيه اصحاب سيارات بيكوب يلتحقون بموكبه يعني المسيره الى يعني نقطه اخرى في اطار مسلسل الاحتجاج هذا الصباح. ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى خيرا لهذا القطاع نتمنى خيرا لهذا يعني كل اصحاب بيكوبات يعني لهم عائلات وعندهم يعني المشاكل ديالهم حتى هما الله يكون في العوان. لهذا من البديهي ومن المعقول باش يتصنتوا لهم ويتسمعوا يعني المشاكل ديالهم. والى هنا ان شاء الله نحييكم وكنضربوا لكم موعد في لقاء اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم.